السلام عليكم الحبيبات ديالي خواتاتي واخوتي وكل متتبعي قناه هوات صفاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. اليوم ان شاء الله حبيباتي بغيت نشارككم واحد الغراتان وجدتو العشاء. غراتان لذيذ بزاف وسهل وبسيط، وبغيت نشارك معكم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، تجربوه دائما، تردوا عليا الخبر. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ونقول لكم غير فرجه ممتعه وبسم الله على بركه الله. بالنسبة للمكونات تاع الغراتان، حاولت انني باش ما نطولش عليكم الفيديو، يعني كلشي تقريبا طيبته وغادي نقول لكم شنو استعملت فيه. هنايا خديت البطاطا. بالنسبة للبطاطا دائما كتبقى على حسب عدد افراد الاسرة. انا خديت 3 ديال الحبات كبار، قطعتهم دوائر مرقاقين مغلاض يعني متوسطين، وسلقتهم في الماء وشوية ديال الملح. ممكن في هذا الكغاتنا اللي بغى يقلي البطاطا ممكن تقليوها، انا فضلت انني نسلقها، غادي تجي صحية اكثر. سلقتها قلنا في الماء والملح صافي، وراني طفيت عليها. بالنسبة للخضر اللي استعملت هنا، استعملت غير زوج انواع ديال الخضر، وهما الدنجال او البرانية والكابوية الخضراء. خديت الدنجال قطعته دوائر رقيقة، رشيته شوية بالملح، شوية ديال الابزار، وشوية تاع التومة بودرة الا كانت متوفرة، الا ما كانتش ماشي مشكل. وشويته غير فواحد المعلقة ديال الزيت، شويته على جوج نتاع الجهات حتى تحمر، ودرته على ورق النشاف. كذلك بالنسبة للقرعة الخضراء، شديتها قطعتها دوائر رقيقة، درت لها واحد زوج معالق ديال الزيت، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وبقيت كنحرك فيها في ديك المقله حتى دبالت صافي. وهادو هما زوج خضر، وكيجيو بنان بزاف البنات في هاد الكغاتان. جربوهم الا ماشي متعودين ديروهم في لي كغاتان. هنايا كذلك عندي، ممكن تضيفوا اي حاجه اخرى بغيتوا، انا هذا هو اللي درت. خديت كذلك بصله كبيره، شلطتها ودرتها في واحد المقلاه مع معلقه نتاع الزيت، شويه ديال الملح، فلفل اسود، والثومه غبره. انا ما كثرتش التوابل في هذا الكغاتان، بغيتو يجيني خفيف ويبان لي باش المذاقات نتاع الخضر نتاع الدنجال والكابويا يجيو باينين، ما يجيوش مدرقين بالتوابل. غادي نخلي البصله حتى تدبال، حتى يتغير اللون ديالها يولي الماغون. بالنسبه هنايا استعملت انا لادان، قطعته مربعات صغيره. ممكن تستعملوا صدر ديال الدجاج او الكفته او الشامبينيون، يعني اللي يحب الخاطر. ملي دبالت البصله كما شفتوا تغير اللون ديالها، محيت البصله شحال ما تغير اللون ديالها، شحال ما كتعطي البنه اكثر وتخرج ديك العصاره ديالها. ضفت عليها لادان، غادي نخليه يطيب معاها. ودركي غادي نمشيو نوجدوا صلصات البشاميل. بالنسبه لصلصات البشاميل، خديت كاسرونه نزلت فيها جوج معالق كبار ديال الزبده، غادي نديرهم يذوبوا. ملي يذوبوا غادي نزيد عليهم زوج معالق ديال الفرينه او الدقيق هكا. غادي نخلط بالفوي حتى ما كتبقاش هذيك الفرينه باينه عندنا. نضيف عليها نصف لتر ديال الحليب، وندير لها شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود. البنات اللي كيبغيو الكوزه ديروا حكوا شويه نتاع الكوزه، انا ما عنديش معاها، ما كنستعملهاش. غادي نديها على النار ونبقى كنحرك ما نحيدش يديها حتى تسقال لنا هاد لا بيشاميل هادي، عاد تولي جاهزه للاستعمال صافي. دركي كلشي عندنا تقريبا واجد. خديت الصينيه اللي غادي ندير فيها هاد الكغاتان، درت فيها كميه ديال لا بيشاميل من الاسفل ديالها، وغادي نحط عليها كلشي البطاطا اللي درنا، ما غاديش نقسمو، نديرو طبقه ديال البطاطا. ممكن البنات في عوض لا بيشاميل ديروا الكريمه السائله كذلك، يعني كريمه الطبخ، ولا ممكن ديروا صلصه الطماطم، طيبوا صوص طوماط تكون هكا بمطيشه ديال الحك بالزعتر، مهم قومه ديروها بلاصه هاد لا بيشاميل. كما شفتوا ملي كملت البطاطا زدت عليها شويه بيشاميل، وبديت كنستف الخضر ديالي. بديت بالدنجال كيعطي واحد البنه زوينه، وزدت من فوقه الكابويا الخضراء بهذا الشكل هذا، وغادي نزيد شويه نتاع لا بيشاميل. وغادي نجيب هذاك لاداند اللي شحرناه مع البصله، وغادي نديره كطبقه من فوق هذا الخضر هذا. يعني طريقه سهله وما كياخذناش شي وقت، فقط تشويو هذوك الخضر ديالكم، تسلقوا البطاطا، يعني ما ياخذش وقت طويل، وكيجي كعشاء كيجي هائل صافي. وزعت هذاك لاداند مع البصله من فوق الخضر، وغادي نخوي كامل كميه البشاميل اللي بقات لي.
دائما لا بشاميل توزعوها ما بين كل طبقه وطبقه باش هكا كل شيء يجيكم غني، ما كيجيوش الخضر ناشفين ولا شي حاجه. صافي، واخر خطوه اللي كتبقى اختياريه، غادي ندير شويه نتاع الفرماج غابي نديره من الفوق. ما كانش عندكم البنات كتاخدوا جوج الفرماج المثلث، جوج قطع ترميهم في البيشاميل وتخويه، وهي غادي تعطيكم واحد الطبقه حمراء وزوينه. كذلك غادي ندخله للفران تقريبا واحد 15 دقيقه حتى يتجانس كلشي المذاقات مع بعضياتهم. ننزلهم يتحمر لنا الفرماج ديالنا ونشوفوا الطبق ديالنا نهائي. وها هو الغراتان ديالنا ملي طاب وتحمر، الريحه طالعه يا سلام، يعني كيجي رائع بزاف بزاف. كيجي بنين صافي، وكتقدموه. الا كنا درناه للعشاء، حنا ما كنرافقوش بسلطه ولا شي حاجه، كنديروا غير حاجه وحده للعشاء. الا كنتو درتوه للغدا غتضيفوا معاه سلطه ولا مهم داكشي على حسابكم نتوما. غادي نحيد لكم واحد المورسو وكتحطوا هكا وكتحطوا معاه طبيسيات وتقطعوا فيه لي مغصو ديالكم، كيجيو شادين رصانهم ويجيو بنان بنان بنان. ها هو كيفاش كتجي، وديك الخضره كتجي هائله فيه. وهذا هو اقتراح اليوم حبيباتي، نتمنى تجربوه، نبغيو نغيرو شويه، ونتمنى يعجبكم الفيديو. الى عجبكم ما نقولكم غير ما تبخلوش عليا بلايكاتكم تعليقاتكم الرائعه، الاشتراك في القناه للجديدات. خليتكم على خير ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، ودائما مع شيوة صفاء. الى اللقاء.